أهلا بكم أصدقائي طلاب الصف الرابع الابتدائي. بنبدأ النهاردة منهج الترم الأول لجريد 4 اللي هو كونكت 4. كل سنة وأنتم طيبين وعام سعيد عليكم يا رب وبتفوق. هنبدأ طبعا منهجنا بيونت 1 معكم مستر محمد سيف. يونت 1 عنوانها I feel good. I feel good، أشعر إني بحالة جيدة. درسنا النهاردة هو lesson 1، يعني الدرس الأول في الوحدة الأولى. Lesson 1. Lesson 1 عنوانه Food and Drink. Food and Drink يعني أطعمة ومشروبات. Food and Drink. طيب نبدأ مع بعض بالفوكاب أو الكلمات. Chicken. 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 دجاج. grapes grapes عنب milk milk لبن onions onions بصل mangoes mangoes مانجو bananas bananas موز rice rice أرز. ناخد بالنا في بعض الأطعمة بتبقى plural أو جمع. grapes onions mangoes bananas، وفي أطعمة تانية بنسميها ال uncountable ما بتتعدش like chicken. هو هنا ما يقصدش إن دي دجاجة واحدة أقدر أعدها، يقصد إن ده لحم الدجاج أو لحم الفراخ. chicken milk milk لبن rice rice. معلومة تانية، لو إحنا بنتكلم عن لحم الدجاج فبنقول chicken، ولكن لو أنا أقصد الدجاجة أو الفرخة فطبعا أقدر أعد 1 2 3 فممكن يبقى فيه chickens كمان. طيب نكمل. sugar cane sugar cane قصب السكر. كلمة sugar معروف إنها سكر، السكر اللي إحنا بنستخدمه مع الشاي مثلا، لكن قصب السكر sugar cane sugar cane، وإحنا طبيعي بنصنع منه السكر العادي. watermelon watermelon ممكن نقولها water watermelon watermelon البطيخ. potatoes potatoes بطاطس. بنكمل الكلمات. Egyptian Egyptian مصري، طبعا دي جنسية. Egyptian food food طعام. healthy healthy صحي. عايزنا بس نأكد على الصوت بالحرف TH اللي أحيانا ننطقه مثل حرف الثاء في العربي أو ننطقه ذا، لكن في الكلمة دي ننطقه ثاء. healthy healthy ما ننطقوش اس. اوكي. يامي يامي ممكن تبقى نختصرها يم، الاتنين معناهم ده expression تعبير بنستخدمه لما أجي أقول على حاجة إنها لذيذة أو لذيذ. meals meals وجبات وجبات الأكل يعني. meals breakfast breakfast وجبة الإفطار. dinner dinner العشاء. lunch lunch الغداء، طبعا المفترض معكوسين لو هنرتبهم يعني. breakfast lunch dinner. لسه عندنا كلمات ال conjugation of verbs يعني تصريف الأفعال. طبعا عارفين من زمان إن إحنا عندنا الأفعال في الإنجليش نوعين، في نوع بنسميه regular verbs يعني أفعال منتظمة. regular 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 منتظم، يعني إيه منتظم؟ يعني أنا بجيب الباست أو الماضي من الفعل ده بس بزود له يا دي يا إما إي دي ويبقى كده الفعل بقى في الماضي. نشوف الأمثلة اللي عندنا. raise raise raised raised يربي. raise ناخد بالنا الإس هنا نطقناها like the. raise raised. produce produce ينتج يعني الماضي produced produced أنتج. يبقى تاني عندنا الأفعال في نوع regular verbs بنجيب الماضي بإضافة الـ دي أو الـ ED. النوع التاني من الأفعال بنسميه irregular irregular verbs يعني أفعال غير منتظمة. ليه سميناها كده؟ عشان الماضي ملوش قاعدة لازم نحفظه زي ما هو، مش زي الـ regular له قاعدة ثابتة، ولكن الـ irregular دي لازم نحفظه ما نعرفش هو بقى كده ماضي بالشكل ده ليه.
عندنا طبعا أفعال كتير irregular verbs. عندنا النهاردة بس في درسنا فعلين: grow grow grew grew. ناخد بالنا هنا بفتح بقي شوية في الأو grow، أما هنا بضمها قوي بقول grew grew، يعني يزرع أو ينمو، وزرع أو نمى. keep keep يحافظ أو يراعي يرعى يعني. kept kept الماضي بتاعها keep kept. هنكمل. عندنا جدول كمان important expressions and propositions، جدول التعبيرات وحروف الجر المهم. احنا بنحفظ الاكسبريشن او التعبير على بعضه، او غالبا الكلمات دي دايما بنشوفها مع بعضها، زي مثلا made verb او فعل made بيجي مع for، made something for someone or something، يعني يعد شيء لأجل حد معين. made for made for أعد لي. look delicious look delicious يبدو لذيذا. raise chickens raise chickens يربي دجاج. ناخد بالنا هنا قلنا ورا في الكلمات chickens ممكن تبقى جمع، بس لو أنا بقصد بيها الحيوان نفسه الفرخة أو الدجاجة، هنا بيربي دجاج، ولكن chicken لو أنا أقصد اللحمة يبقى chicken مش جمع. let's plus infinitive verb. كلمة infinitive دي يعني فعل في المصدر، let's دايما بيجي وراه فعل في المصدر، بقول يلا بينا نعمل كذا. let's play يلا نلعب، let's eat يلا ناكل، وهكذا. عندنا كمان that's right that's right هذا صحيح. عندنا th هنا كمان هي، ولكن هنا نطقناها ذا، برضو لساني ما بين سناني وانا بنطق ال th صوت التاني. ذا that's that's right. which food which food اي طعام. what else what else ماذا ايضا. الجدول ده من الحاجات المهمة جدا بالنسبة لينا، وياريت نحفظ الجمل اللي عندنا دي. طبعا بيبقى كل درس جاب لنا 4 جمل بالكتير، يعني طبعا لو قدرنا نحفظ من الدرس نفسه اللي هنقراه جمل أكتر ده هيبقى شيء أحسن لينا، لأن حفظ الكلمات لوحده مش مفيد قوي، مش هيخلينا نقدر نتكلم إنجليش مظبوط، ومش هيخلينا نكتب باراجراف مظبوط. طبعا إحنا جريد فور مفروض عندنا امتحان بقى ورقي وهنمتحن، مش زي السنين اللي فاتت. وكمان عندنا من أسئلة الامتحان write a paragraph، اكتب paragraph. أكيد أو مش متأكد يعني إن أنتوا أخدتوا بالكم إن إحنا السنة اللي فاتت في grade 3 سنة تالتة الترم التاني تقريبا unit 9 كنا اتعلمنا how to write a paragraph، إزاي نكتب paragraph. مش متأكد إن أنت فاكر ده أو لأ، لو مش فاكر ممكن في فيديو على القناة اسمه How to Write a Good Paragraph، ازاي تكتب باراجراف سليم، تقدر تشوفه تاني هيرجع لك ازاي نكتب باراجراف مظبوط ومواصفات الباراجراف الصحيحة ايه إلى آخره. عموما هسيب رابط الفيديو التاني ده على الشاشة، ممكن تبقى تراجع ازاي تكتب باراجراف. طبعا حفظ الجمل دي هتساعدك كتير انك تكتب باراجراف كويس. طبعا ما ننساش كمان التوبيك، كلمة توبيك يعني الموضوع، يعني الجمل دي علاقتها بإيه أو أكتبها تحت عنوان إيه في باراجراف. هو بيديك هنا التوبيك أهوت، وعنوان الجمل بتاعتنا أو الموضوع بتاعنا Egyptian food Egyptian food الطعام المصري، وعندي 4 sentences أو 4 جمل أقدر أستخدمهم في كتابة باراجراف تحت الموضوع ده. الجمل دي مأخوذة من الدرس اللي إحنا هنقراه كمان شوية، ممكن نقراها سريعا. Mom made a special food for us. أمي صنعت طعام مميز أو خاص من أجلنا. We grow rice in Egypt. نحن نزرع الأرز في مصر. We raise chickens in Egypt. نحن نربي الدجاج في مصر. Egyptian farmers produce many things. الفلاحين المصريين ينتجوا أشياء كثيرة. Things. ناخد بالنا الـ TH هنا نطقناها ثاء. things. البوب كويز ده ممكن تحله في الهوم ورك. تعالوا بقى نقرا الدرس بتاعنا مع بعض. الدرس بتاعنا عبارة عن dialogue between mom and a boy، أم وابنها. تعالوا نشوف.
مام بتقول lunch is ready. I made some special food for us. الطعام جاهز. أنا صنعت بعض الطعام الخاص من أجلنا أو لنا. ناخد بالنا وإحنا بنقرأ خصوصا الديالوج، نحاول to act، نحاول نمثل أو نتكلم زي ما الشخصية المفترض تتكلم. الولد رد عليه قال مام، واخدين بالنا إن في كومة بعد كلمة مام لأن هنا ده اسم منادى بينادى عليها مش فاعل الجملة اللي بعدها، فلازم نفصل الاسم اللي بينادى عليه بكومة. مام it looks delicious، إنه يبدو لذيذ. الأم which food comes from our country do you think؟ قلت له أي طعام جاء من بلدنا في رأيك أو في اعتقادك؟ which food comes from our country do you think؟ الولد قال لها I think we grow rice in Egypt. أنا أعتقد إن إحنا بنزرع رز في مصر. I think we grow rice in Egypt. ماما قالت له Yes, that's right. What else؟ قالت له نعم، هذا صحيح. إيه كمان؟ أو ماذا أيضا؟ Yes, that's right. What else؟ قال لها I think we raise chickens in Egypt. بيفكر صوت التفكير، أنا أعتقد إن إحنا بنربي الدجاج في مصر. I think we raise chickens in Egypt. أم قالت له Yes, and tomatoes and onions. قالت له أيوة فعلا، والطماطم والبصل. Egyptian farmers produce many things you see on this table. تقول له الفلاحين المصريين بينتجوا أشياء كثيرة أنت تراها على هذه المائدة. Let's eat. يلا بنا نأكل أو هيا نأكل. Yes, and tomatoes and onions. Egyptian farmers produce many things you see on this table. Let's eat. الولد قال يم، اللي هو لذيذ. طبعا المفترض او نصيحتي لكم ان الدرس نفسه ده او الريتينج سواء الدايلوج ده او اي درس قراءه نقراه كتير جدا كتير جدا جدا لدرجه الحفظ. الكلمات لوحدها في الكولمز او في العواميد مش هتخلينا نحفظها لفتره كبيره، لكن الجمل والدرس نفسه هيثبت لنا حفظ الكلمات. وصلنا للجنرال اكسرسايزز، خلونا نحل بعض التمارين منها. تعالوا كده، أول سؤال عندنا بيقول لنا read and match A with B، جاب لنا جمل ولكن قاسم كل جملة إلى نصفين، هنحاول نشوف كل نص جملة التاني فين هنا. Number one Egyptian farmers grow، لسه مش شايفينه ورا، الفلاحين المصريين بيزرعوا إيه؟ يا ترى أنهي باقي نص جملة هنا المناسب ليه؟ بيزرعوا يبقى grow rice and tomatoes. يبقى this is number one، نكتب هنا رقم 1. Number two I made salad، أنا صنعت سلطة. For lunch، للغداء أو على الغداء، this is number two. Number three tomatoes and onions are vegetables. طبعا واحنا بنحل السؤال ده، لو انا افترضت ان انا مش عارف نص او تكملة الجملة الصح ايه، فبسيبها للاخر وبكمل باقي الجمل، وفي الاخر طبعا ارجع للجملة اللي سبتها وهيبقى عندي اختيارين بس اللي فاضلين، اكيد هوصل للاجابة الاصح من اتنين يعني. Number four which food comes to build from our country؟ طبعا ده سؤال شفناه في الدرس نفسه. Which food comes from our country؟ okay نكمل، نشيل الإجابات دي نروح لسؤال تاني. خلونا نشوف السؤال الثالث، سؤال طبعا ده الأسئلة معظمها جديدة علينا. طبعا السؤال الثاني ده بنكمل القطعة ديت بالكلمات اللي فوق، شوف الكلمة المناسبة.
سؤالي الثالث هو اللي يعتبر جديد علينا أكتر، اللي هو بيبقى عندي قطعة وبقراها كويس وحاول أفهمها على قد ما أقدر، حتى لو في بعض الكلمات في نص الكلام مش فاهمها أوي فمش مشكلة. وبعد كده بنزل هنا على الأسئلة، عندي نوعين من الأسئلة على القطعة، السؤال الأول تشوز بقرأ وطبعا بكمل على حسب اللي موجود في النص فوق، والنوع التاني اللي بيبقى عندي question بيطلب مني إجابة، بجيب إجابة كاملة أو جملة كاملة من القطعة اللي فوق وأكتبها في الفراغ اللي تحت السؤال. طبعا سؤال why يعني لماذا، number four ده summarize the second paragraph in one sentence، لخص الباراجراف التاني. طبعا لما تشوف فيديو ازاي نكتب باراجراف فأكيد هتفهم إن القطعة اللي قدامي دي مش one paragraph، دي two paragraphs. طب عرفت منين؟ احنا من مواصفات الباراجراف الجيد ان لازم يبقى عندي مساحة فاضية في الأول اللي هي المكان ده، دي بنسميها مؤشر الباراجراف. فأنا عندي هنا ده بداية باراجراف أوكي لحد ما وقفنا هنا، بعد كده هنلاقي مؤشر تاني الباراجراف أو المساحة الفاضية، يبقى ده بداية الباراجراف التاني أوكي. يبقى أنا عندي two paragraphs هنا، عرفت من المؤشر أو المنطقة الفاضية في بداية أول جملة. كمان لو ما نشوف الفيديو الشرح هنعرف إن الجملة الأولى في الباراجراف لازم بتحمل الفكرة العامة بتاعة الباراجراف. يعني مثلا في الباراجراف الأول لما يقول لنا farmers are very important to us، الفلاحين مهمين جدا لينا، من الجملة دي هنعرف إن الباراجراف كله هيكلمنا عن أهمية الفلاحين. يبقى لو أنا حبيت ألخص الباراجراف الأول يبقى هاجي على الجملة الأولى في الباراجراف ويبقى دي ملخص الباراجراف الأول، ونفس الشيء في الباراجراف الثاني. غالبا الفيرست سنتنس أو أول جملة بتبقى هي اللي فيها الفكرة أو اللي هنتكلم، أو كل جمل الباراجراف بتوصفها بعد كده. فلما يطلب مني سامرايز يبقى أكيد هيطلب مني الجملة الأولى في الباراجراف دي اللي بتقول لي أو بتلخص لي الباراجراف كله. نكمل الصفحة الثانية، عندي هنا بيطلب مني reorder يعني نعيد ترتيب الكلمات دي عشان نعمل جملة صحيحة. ممكن نكتب بعض الأرقام على الكلمات عشان نتأكد من الترتيب 1 2 3، بس طبعا الأرقام لوحدها مش كفاية، دي مش إجابة، والتيتشرز مش بيبصوا على الأرقام، احنا بنبص على الكلام المكتوب. الأرقام دي ليك أنت، أنت اكتبها عشان ترتب كلماتك وبعد كده تبقى تنقل الجملة مظبوطة تحت على السطر ده. طيب طبعا سؤال تشوز سهل جدا، علامات الترقيم، مواصفات الجملة، بدايتها كابيتال آخرها فول ستوب أو كويشن مارك، لو في اسم في النص يبقى كابيتال. السؤال الأصعب بالنسبة لنا، هو مش أصعب ولا حاجة بس هو الطالب المجتهد هو اللي بيعرفه، اللي هو الباراجراف جايب لك اكتب عن فود in Egypt، الطعام في مصر. لو فاكرين ورا في الجمل اللي قلنا نحفظها كان بيكلمنا عن Egyptian food، تمام؟ نفس الأربع جمل نقدر نستخدمها يعني، بس طبعا مش ننقل، نحفظ الجمل في دماغنا ونكتبها. نكتبها بقى في شكل باراجراف، نسيب مؤشر باراجراف في الأول، منطقة فاضية وجمل ورا بعضها مش كل جملة في سطر، وبكده أبقى كتبت باراجراف كويس. الهاند رايتنج كمان مهم جدا لازم نهتم بيه. أشوفكم في فيديو قادم ودرس جديد إن شاء الله. سلام، كان معكم مستر محمد سيف.